الأبد غريغوري مسؤول الرهبة البنديكتية في الأراضي المقدسة. حابب يرحب فيكم ويعذر منكم لأنه فيش مجال نفوت على الكنيسة لأنه البوليس من الأساس مسكر المنطقة جوا لأنه السقف مش آمن للجميع. First, we welcome all of you warmly to this place. أهلا وسهلا فيكم جميعا. For us, this is a sign of friendship. هذا بالنسبة لنا بدل قديش أنتم بتحبونا وصدقاء وأصدقاء معنا. Of your support for the church here. ومساعدتكم للكنيسة. And of our solidarity with you here in this place. وتضامننا معاكم في هاي الأرض. We are monks who live and pray here. إحنا رهبان عايشين هنا ومنصلي بهاي المنطقة. In this ancient Christian site, في هذا الموقع التاريخي المسيحي, where Jesus Christ our Lord fed the thousands of people. المحل اللي فيه ربنا يسوع المسيح طعم آلاف من الناس. And we welcome you warmly today. أهلا وسهلا فيكم. We all know that this has been a difficult 2 days for our community and for the bigger community. هذول اليومين كانوا كثير صعبين للرهبان ولكل الرعايا والأبرشيات حوالينا. Our church here has suffered a terrible attack. كنيستنا تعرضت لاعتداء جدا 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 قوي وصعب. We had 2 people sent to hospital. اثنين من اللي ساكنين هنا طلعوا على المستشفى. We had a 79-year-old monk 2 days in hospital. واحد من الخوات أو الرهبان الموجودين هنا عمره 79 سنة قضى يومين بالمستشفى. And we had a 20-year-old German volunteer also in hospital. وأحد المتطوعات الموجودات بالكنيسة كمان عمرها 20 سنة من ألمانيا كمان تحولت على المستشفى. And you know that as well as praying here, we also have a meeting place for handicapped children. بالإضافة إلى الكنيسة وصلواتنا هنا في عندنا meeting place للمعاقين بيستقبل فيه مجموعات المعاقين ومؤسسات والاحتياجات الخاصة. So this is a place of prayer, a place of spirituality. هاي منطقة صلاة ومنطقة روحانيات. And for that reason we appeal to people to respect it as a place of prayer. نتوجه بسبب هاي بقول لهم نتوجه للناس يحترموا انه هذا منطقة صلاة, منطقة تعبد ومنطقة هدوء. Dear people, if we are being attacked for being Christians, بما ان هاجمونا لانه احنا مسيحيين, then let us react in a Christian way. بدنا نجاوب بطريقة مسيحية. Jesus Christ our Lord said, if they strike you on one cheek, offer the other cheek. ربنا يسوع المسيح قال إذا ضربوك على خدك الأيسر فقدم له الأيمن. You know this. بالعكس الأيمن. You know this. أنتم تعرفوا هاي الشغلة منيح. You people represent the native Christians who have been here since the time of Jesus. إحنا بنمثل المسيحيين القدماء اللي عاشوا هنا آلاف السنين. And if we invoke the name of, if we call on the name of Jesus, let us act as Jesus taught us. وإذا بننادي باسم المسيح بدنا نعمل أعمال المسيح. If you read our statements on the internet, إذا قريتوا إعلاننا في الإنترنت, you will see that we have said no words of revenge, no words of anger. ما حكينا ولا أي كلمة غضب ولا أي كلمة بلامي ولا أي كلمة غلط ضد أي حدا. Just words of mercy and forgiveness. فقط كلمات رحمة ومغفرة. But ولكن we also expect a serious response from those in authority. نتوقع رد مسؤول من المسؤولين. Because they have the responsibility to protect all people in this land. من واجب مسؤولية أن يحموا جميع سكان هاي البلاد. And we expect a real response which will guard people's lives and property. نتوقع رد اللي يحمي أرواح الناس وممتلكاتهم. And which will promise freedom of worship and freedom of speech. وتمنح حرية العبادة وحرية الرأي بهاي البلاد. And I want to thank the police for. Yes. ولكن اللي بدي أقوله أنا, نحن بنصلي لكل إنسان مشكلتهم إنه بيعلموا هدول اللي ساووا هذا العمل الشنيع بيشصفوا كمان وصبات. هذا العمل بيعلموهم إنه الآخر هو عدو.
ولكن مسيحنا علمنا انه نحب حتى نحب العداء مهما عملوا. ولكن نحن هون كنيسة وكل العرب الموجودين هون ان كان مسيحي او اسلام او دروز نحن من اهل هذه الارض من قبل المسيح من يوم تل عنصرة كان كل الشعوب موجودة هون ونحن العرب كنا موجودين هون ونحن منتسلح في كلمة قالها يسوع لبطرس. وينها؟ ارفعوها لفوق. لا 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 أبواب الجحيم أنطقوا عليها مهما حاولوا مهما عملوا كنيستنا باقي هون مش رح تتحرك ولا تروح لأي محل. نحن موجودين هون لأنه هاي أرضنا وهي بلادنا وهي كنيستنا كل كنيسة هي كنيستنا. فنحن جينا لهون تنعبر عن استيائنا مضضنا من كل هذا العمل اللي تسووه هون. نحن كمان كراعية معليا مستعدين لأي مساعدة لأي مديات. نحن مستعدين تترجع هالكنيسة واللي حواليها تترجع كيف ما كانت. هالكنيسة كان موجود فيها السيد المسيح ولا واحد رح يقوى عليها. رح تضل مهما مرت الأيام والسنوات ومهما كثرت الاضطهادات نحن لها موجودين هون ما منخاف. أول شهيد بالكنيسة هو استيفانوس اللي رجم بالحجارة نفس الوقت هو عم بنازع صلى لله وقال له يا أبتاه تقبل روحي ولا تحسب عليهم خطيئة. عشان هيك نحن موجودين هون جينا نعبر عن سلامنا وعن محبتنا لإلكم وإن شاء الله إن شاء الله تكون هاي آخر عملية نقام فيها. ولازم نوجه نداء للسلطات للرئاسات ولكل مسؤول إنه يزرعوا روح المحبة في هدول الأعداء لأنه يسوع هو محبة والله محبة. الدرجة الأولى على خدماتكم اللي بيقوموا فيها في هالمنطقة لصلواتكم لجميع الناس. احنا اليوم جينا حتى نستنكر هذا العمل اللا إنساني اللا أخلاقي لهؤلاء المتطرفين اللي ما بيعرفوا الله. لو بيعرفوا الله ما كان عملوا هالعمل اللا أخلاقي اللا إنساني. احنا واجبنا نصلي لهذول الناس حتى الله يهديهم. واحنا جينا اليوم حتى نتضامن معكم لأنه محبة الله تتطلب منا نحن نوقف مع بعضنا البعض حتى نمجد اسم الرب. فمهما عملوا مهما ساووا مش راح يقدروا لأنه المسيح في وسط الكنيسة فلن تتفادى. وإحنا دائما أبونا نساعد بعضنا بعضنا من خلال محبة باسمي أنا جينا حتى نتضامن معكم ونوقف معكم حتى نقولكم إحنا دائما نحتكم بصلواتنا وما نخاف ما نخاف لأنه المسيح أعطانا الثقة إنه هو موجود داخل الكنيسة حاضر في الكنيسة مش راح حد يقدر علينا لأنه ربنا موجود معنا. إن شاء الله يا أبونا أن ربنا بينصرنا على هدول الأعداء ومنصلي حتى الله كمان يهديه لأنه محبة الله طلب منا أنه أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين يسون عليكم. للأسف أنه محبة الله مش متواجدة فيهم هدول عايشين الفارسية من الخارج. لو ربنا كان موجود في حياتهم ما كانوا يتسووا هذا العمل. فاحنا بنصليهم حتى الله يشفيهم بنفس الوقت يهديهم وصلواتنا كمان لكم حتى ربنا دائما يكون معكم ويساندكم ويعطيكم القوه والنعمه. شكرا كثير يا ايها الاقوياء نازموا لان الله أيضا ستغلبوا لأن الله معنا وأي مشورة عقدتم يبددها الرب لأن الله معنا لا نخاف خوفكم ولا نضطرب لأن الله معنا إن الله معنا.
وليه ريت اللي حرق والكنيسه ينحرقوا وينصلبوا الضربه ويقولوا يحترموا سمات الهواء. كلنا بنشكر حاسين بحجم الجريمه اللي ارتكبت، وكلياتنا وجودنا هون حتى لو ما عبروش كثير الاباء عنها بيحكوش لغتنا، هن مبسوطين ومتعزين بحضوركم الكل. لكن مطلوب مننا دائما نكون اكثر ناس حريصين، مطلوب مننا طبعا انه نحافظ على النظام وعلى الهدوء لحتى ما يصير فوضى. وجودنا اليوم كل الأمكنة كل الرعاية واللي اتصلوا فينا انه جايين وموجودين معنا، كمان رعية معليا، رعية المغار، خفيش، الصوتة، وبكرة كمان واليوم كمان جاي رعاية تاني زيكم. أمل انه كلياتنا نأرجي روح مسؤولية عالية كبيرة. شركة التأمين والشرطة بعد أول يوم منعت حدا يفوت على الجهة، يفوت يدعس على الأثار، لأنه أول شيء قسم كبير من هاي الأثار هي كتب أناجيل وكتب أعجوبة تكثير الخبز والخمر اللي هي اليوم طعام للرماء للنار، نصها محروق. لا يليق أن ندخل وندوس هذه المخطوطات. اللي بده يزور من الشقة الثانية الكتابة بيسأل الآباء بياخذوه في طريق ثاني. وإسا وإحنا طالعين بهدوء ونظام وترتيب، هذا إيش رضا؟ لذلك حبايبي نفس اللي سمعوا وازة الجبل، طوبى للمساكين بالروح، طوبى للحزانة، طوبى للجياع والبر، طوبى للمضطهد، طوبى للرحيم. سمعوا رسالة ما كانوا يسمعوها أبي. أبي كان معروف فيه ناس مناح وكل البقايا شريرين. يسوع عم بيحكي عم بأخذ الإنسان على عمله الصالح. الذي يرحم، الذي يحب، الله يرحمه، الله يحبه، الحزين الله يعزيه. مين ما كان يكون بدي يسوع يفتح عقول الناس عايش ان يتقبلوا الاخر، ان يحترموا الاخر، مش ان نتنكر للاخر وننكر كل تضامننا مع الآباء. للكل بيعرف قديش هالكنيسة ترحب بزائريها، كتار بيجوا من القرى من الحجاج، يعني نقدر نقول من أنغش المحلات المقدسة، أكثر محل باستثناء بيت لحم طبعا في الجليل، أكثر محل يزار كنيسة الطابغة. شي أربع على بيحكوا عن العدد سنويا لا يقل عن نصف مليون شخص بفوتوا على هاي الكنيسة، بفوتوا على هاي الكنيسة. وهذا الإحصاء ضعيف لأنه هذا إحصاء شركات السياحة والحجاج، غير إحنا وغير اللي بيجي من هون وغير اللي بيجي بشكل حر. Oh,
حرق.